بقول لك ايه يا رياسر؟ امر بيه. هو المحل ده ما فيهوش حد؟ لا مقفول والله. الحمد لله، التحاليل والإشعاعات كلها كويسة، هكتب لها على خروج. الحمد لله رب العالمين، كتر ألف خيرك يا دكتور. بعد إذنكم. ميرسي. اتفضل. ما شاء الله دماغك ناشفة. مين اللي عمل كده يا عايدة؟ طب شفتيه؟ شفت مين اللي عمل كده؟ جعفر أنا لسه برضه عايزة أتطلق. الأمور العائلية دي نتكلم فيها في البيت. نمشي بس من المستشفى. ما أكرهش في حياتي قد المستشفيات. كل حاجة وحشة حصلت لي حصلت لي في مستشفى. فرقت أبويا في مستشفى. قلبي اتحرق على ابني فيها. روح يقول لها ألف حلال. بسم الله. نورت بيتك. ميرسي. الحمد لله على السلامة. مأذون المنطقة، مأذون المنطقة، مأذون المنطقة. اتصال. ما أبغض الحلال عند الله طبعا. ما سمحنا. ألو؟ أنت يا ابني مأذون المنطقة؟ إدينا أبوك يا حبيبي قول له عايزه في شغل. أه عايز أطلق. إلا اللي أنا لا رجعون. أنت يا ابني حصل الكلام ده؟ كان عيان يعني ولا مات كده لوحده؟ طبعا. شد حيلك وربنا يجعل آخر الحزان. لا خلاص بقى أجل الطلاق شوية. مع السلامة مع السلامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولي لا إله إلا الله. قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دول المنطقة تعيش أنت. مات. مش مكتوبة لنا. مش ميسرة. الحقني يا جعفر. الحقني يا جعفر. يا سيد في إيه؟ أنا مش لاقي وداع. دورت عليها ما يمكن في الحمام ولا في البلكونة يا سيد. بقول لك مش لاقيها يا جعفر، لمت هدومها وطفشت. طفشت عشان هي اللي عملت فيها كده. أنت شفتيها؟ لا ما شفتهاش. بس شفت اللي يخليها تعمل فيها كده. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات. وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.